وهل يجوز هدم مسجد آيل للسقوط خوفا من سقوطه على المصلين، مع العلم أن الاستعدادات المادية لإعادة بنائه غير موجودة؟ وهل يجوز التصرف في الأرض ببيعها والاستفادة بأموالها في مشاريع أخرى بدلا من تركها خرابا؟ إذا كان المسجد آيلا للسقوط وأريد ترميمه أو هدمه وبناء غيره فلا مانع من ذلك، لكن لو كان المسجد صالحا للصلاة فيه بدون ضرر فلا يجوز هدمه ولا بيعه ولا تعطيله وإن خربت المحلة كما يقول علماء المالكية. ويجوز منع بناء المسجد كما يجوز منع هدمه بعد بنائه إذا قصد به الشقاق والخلاف. يؤخذ من أقوال الفقهاء أنه يجوز الانتفاع بالمسجد القديم الآيل للسقوط في إعادة بنائه أو في بناء مسجد آخر في مكان آخر، أما استعماله لغير ذلك فلا يجوز ويبقى متعطلا، والله أعلم.